حركة حماس تشيد بمواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وتعلن دراسة مقترح لوقف إطلاق النار تلقته بعد اجتماع باريس. واشنطن تشترط تغييرات جوهرية قبل استئناف تمويل الأونروا، ومجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة. المعارضة الإسرائيلية تشجع الحكومة على تنفيذ صفقة المحتجزين، ونتنياهو يؤكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري الدور المهم الذي تطلع به وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة. خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره النيوزيلندي وينستون بيترز، أكد شكري ضرورة استمرار المانحين الدوليين بما في ذلك نيوزيلندا في تقديم الدعم اللازم للوكالة، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة. قالت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترى تغيرات جوهرية قبل إمكانية استئناف تمويل الأونروا. خلال إحاطة إعلامية في مجلس الأمن الدولي حول المساعدات الإنسانية لغزة، أعربت غرينفيلد عن انزعاج واشنطن للغاية من المزاعم حول تورط 12 موظفا في الأونروا في الهجوم الذي وقع يوم 7 أكتوبر في إسرائيل. أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة، وحث المجلس في بيان له جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاك. وجاء بيان المجلس عقب التقرير الأول للمنسقة الأممية منذ تعيينها قبل نحو شهر، وعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التقرير. كما يعقد المجلس غدا الأربعاء جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على طلب الجزائر. حذرت 9 منظمات للإغاثة في رسالة مشتركة من أن تعليق تمويل وكالة الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة. أعربت المنظمات عن قلقها وغضبها من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق تمويل للأونروا. وأضافت المنظمات الدولية أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من 2 مليون مدني في قطاع غزة. هذا وقد علقت عدد من الدول على رأسهم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة تمويلها للأونروا على خلفية اتهامات إسرائيلية لـ 12 موظفا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي. أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره لدور مصر وموقفها المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطاع غزة وإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني. وأكد هنية تقديره لدور مصر وقطر في السعي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مستدام في غزة عن طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي.
كما لفت رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن الحركة تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار تلقته بعد اجتماع باريس، مؤكدا أنه سيزور القاهرة لبحث المقترح. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير بحماس قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل ثلاث مراحل. أوضح مسؤول حماس أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، في حين تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، مشيرا إلى أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد، وأن المسألة متروكة لعملية التفاوض. أشارت رويترز إلى أن تصريحات مسؤول حماس توضح أن المرحلة الثالثة تشمل تسليم الجثامين، وأن كل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث. قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد إن حزب ييش عييد الذي يرأسه سيؤيد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إذا ما قررت المصادقة على صفقة لتبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية. وأضاف لابيد أن المعارضة ستمنح الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى بيوتهم وعائلاتهم، معربا عن استعداده للانضمام للحكومة ليساعد في تمرير صفقة تبادل المحتجزين والبقاء في الحكومة لفترة محدودة. ومن جانبه أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير أن أي صفقة مع حماس حال تمت ستسقط حكومة نتنياهو. أفادت شبكة NBC الأمريكية بالتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل. نقلت الشبكة عن مصادرها أن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في قطاع غزة، مع تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. مرحلة جديدة دخلتها صفقة التبادل المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من الولايات المتحدة ومصر وقطر إلى جانب مسؤولين إسرائيليين في باريس على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة. وفيما قالت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة، أعلنت إسرائيل تحفظها على شروط واردة فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها. جاءت هذه التطورات بعدما أوردت شبكة NBC الأمريكية أن اجتماع باريس أول أمس شهد الاتفاق على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين. ونقلت الشبكة عن مصدر أمريكي مطلع أن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوما، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزا لدى حماس. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي التقى بواشنطن أمس نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين قال إنه سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، فيما قالت الحركة على لسان أحد قياديها إنها ستتعامل مع أي مبادرة بجدية، متمسكا في الوقت نفسه بضرورة أن تفضي أي ترتيبات إلى إنهاء العدوان. من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب ناقش الصفقة الليلة الماضية، وأوضحت أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى حماس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك وقال إن التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاحتلال الإسرائيلي لن يسحب قوته من قطاع غزة أو يطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين. وفي تصريحات له أضاف نتنياهو أن إسرائيل
لن تنهي الحرب دون تحقيق جميع أهدافها والقضاء على الفصائل الفلسطينية وإعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا للاحتلال بعد الآن. جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما شدد المجلس على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي بيان له أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري أن مجلس الوزراء السعودي جدد التأكيد على أن المملكة سوف تبقى تنشد السلام وترعاه وستسخر جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة. أظفرنا إن شاء الله غير نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام مستشفى الأمل في خان يونس بغزة، وتأمر النازحين والطاقم بإخلائه تحت تهديد السلاح. في غضون ذلك قال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، مشيرا إلى نفاد الطعام من الطواقم والجرحى والنازحين في هذا المجمع. أضاف القدرة أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26,751 فلسطينيا، بالإضافة إلى 65,636 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن القتال يشتد حول مستشفى ناصر بقطاع غزة، مشيرة إلى أن المستشفى لن يتمكن من مواصلة العمل إذا لم يتسنى وصول المزيد من الإمدادات إليه. وخلال مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لينماير إن الوضع حول مستشفى ناصر أصبح أسوأ، حيث يصعب وصول المصابين إليه بسبب زيادة حدة إطلاق النار. أعلنت السلطات الفلسطينية عن دفن جثامين 100 شهيد بمقبرة جماعية في مدينة رفح كانت قوات الاحتلال قد سرقتها من مناطق متفرقة من قطاع غزة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن السلطات الفلسطينية قد تسلمت الجثامين عبر معبر كرم أبو سالم لشهداء وموتى مجهولي الهوية، بعضها كان متحللا. وأظهرت معاينة بعض الجثامين سرقة الاحتلال أعضاء منها. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة الذي ترتكب فيه قواته المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. ويركز جيش الاحتلال هجماته خلال الفترة الأخيرة على مناطق جنوب قطاع غزة، لا سيما في خان يونس، بالإضافة إلى مناطق وسط القطاع.
نحو 4 أشهر على بداية الأزمة والعدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل بلا هوادة في ظل أزمة إنسانية طاحنة يعاني منها الفلسطينيون في القطاع. في خان يونس جنوبي قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال جرائمه في المدينة التي أكد المتحدث باسمه أن العمليات تركزت فيها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تواصل القصف العنيف على مناطق مختلفة فيها وتم استهداف مسجد الفاروق. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل جيش الاحتلال قصفه العنيف لمحيط مستشفيي ناصر والأمل في جرائم جديدة تضاف لسجل جرائمه الحافل، كما وصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشنت كذلك غارات عدة على مدينة رفح جنوبي القطاع. تتزامن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مع أزمة تشهدها وكالة الأونروا، بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30,000 بالتورط في هجوم 7 أكتوبر، فيما زعم تقرير للموساد بأن 190 من موظفي الأونروا ينتمون لفصائل فلسطينية. وبعد الاتهامات التي وجهت إلى الأونروا، قررت أكثر من 10 دول مانحة بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا تعليق تمويلها للوكالة في انتظار توضيح لهذه المزاعم. من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحاجة إلى استمرار تقديم الدعم للأونروا لمواصلة دورها الإنساني، مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة. ويجتمع غوتيريش مع المانحين للأونروا لإقناعهم بمواصلة دعم الوكالة في خضم الأزمة الجارية وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبسبب هذه الأزمة، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري أن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة. دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى الإضراب والنفير العام في مدينة جنين بعد اغتيال 3 شبان. كانت قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين قد اغتالت صباح اليوم 3 فلسطينيين بينهم شقيقان داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية. قد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد المستهدفين كان يشتبه بأنه يخطط لهجوم وشيك ومشابه لهجوم 7 أكتوبر، رغم أن أحدهم كان يتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر الماضي، فيما نعت حركة حماس استشهاد شبان من عناصرها. وقد اعتبرت الحركة أن إقدام الاحتلال على إعدام 3 مواطنين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض يعد جريمة حرب متكاملة الأركان. ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون أعراضا نفسية وانفعالية. وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 29 عسكريا في معارك في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، مشيرا إلى إصابة 2797 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب. 1283 منهم أصيبوا منذ بدء الهجوم البري، بينما ما زال 378 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج، في حين جرح 35 منهم وجراحهم خطيرة. استقبل مطار العريش طائرتين قطريتين على متنهما نحو 40 طن من المواد الإغاثية والإنسانية. قامت فرق لمتطوعي الهلال الأحمر المصري بتفريغ حمولة الطائرتين تمهيدا لنقلها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين.
تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لإدخال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وشهد معبر رفح البري دخول أكثر من 200 شاحنة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم، بالإضافة لست شاحنات وقود، فضلا عن استقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. كما شهد المعبر اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تم تجهيزها بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدا لدخولها لمعبر رفح. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بايدن يؤكد أنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على الهجوم على جنود أمريكيين بالأردن على أن واشنطن لا تريد اتساع رقعة الحرب. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 من قواتها المتمركزة في الأردن. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لأي تفاصيل. وقال بايدن لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. حذرت الصين من دوامة انتقام في منطقة الشرق الأوسط داعية إلى الهدوء وضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي، وأتي ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين. مع كل يوم يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتزايد تعمق منطقة الشرق الأوسط في حالة التوتر وعدم الاستقرار، ومع امتداد رقعة الصراع في المنطقة أفادت مصادر سورية بمقتل 8 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف أحد المباني في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق. القصف الإسرائيلي يأتي بعد حادث هو الأول من نوعه الذي يقتل فيه جنود أمريكيون في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة البرج 22 الواقعة على الحدود السورية الأردنية وتضم نحو 350 عسكريا من سلاحي البر والجو الأمريكيين. الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية المعنية بتنفيذ مهام دعم لقوات التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي أثار غضبا كبيرا داخل الولايات المتحدة وتساؤلات حول أسباب فشل الدفاعات الأمريكية في تحييد المسيرة المعادية التي تسببت في الحادث. وبعد توسع دائرة الصراع في المنطقة نحو جنوب البحر الأحمر والداخل السوري ومنطقة الحدود السورية الأردنية، باتت الأنظار متجهة إلى شمال الأراضي المحتلة، حيث هددت إسرائيل بتحرك قريب على ساحة المواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان، بينما تراوح اقتراحات الهدنة في غزة مكانها دون جديد. الجبهة الشمالية تبدو مرشحة بقوة لجذب التوتر بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريبا جدا عند الحدود مع لبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميا مع حزب الله، ما ينذر بطول أمد التوتر في المنطقة برمتها. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا أوضح أن الصراع في الشرق الأوسط جراء الصراع الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدأ يتسع على نحو يدعو للقلق. أشار هذا المقال إلى التحدي الكبير الذي تواجهه واشنطن جراء هجمات بعض الجماعات المسلحة في سوريا والعراق ولبنان، فضلا عن هجمات قوات الحوثي للسفن العابرة في البحر الأحمر ما أثر على الملاحة البحرية. Mm-hmm.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعد تلك الزيارة هي أولى الزيارات الخارجية لأمير الكويت منذ توليه مهام منصبه الجديد في ديسمبر الماضي. أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد في البلاد. في كلمة له أضاف البرهان أن الجيش السوداني سيتحرك من كل الجهات من دارفور ومن ولايات الشرق وولايات الوسط وولايات الشمال، مستندين على إرادة وعزيمة الشعب السوداني. من كل شرفاء بلادي الذين يناصرون الحق ويقفون دوما غصة في حلوق الخونة والمارقين، والقوات المسلحة تسير بخطى ثابتة وتتقدم نحو إنهاء هذا التمرد وطرده نهائيا من أماكن تواجده. نحن جينا هسه هنا ده عشان نقول للناس نحن ماشيين قدام، ونقول للناس امشوا قدام. نحن هنا ده دايرين الناس امشوا قدام، وهسه هم قاعدين وبيسمعوا في كلامنا ده. أقيفوا انتظروا الناس لدين، وحيجوكم من كل مكان، حيجوكم من القضارف، وحيجوكم من قربة، وحيجوكم من سنار، وحيجوكم من الخرطوم، وحيجوكم من الفاشر ومن نيالة ومن كل مكان. كلهم مسنودين بالشعب السوداني ومسنودين بإرادة وعزيمة لن تلين ما لم يتم القضاء على هذا التمرد. أكد رئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن التعاون الدولي يعتمد بشكل أساسي على الاحترام وسيادة القانون ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها. وخلال كلمته أمام قمة الإيطالية الأفريقية قال الرئيس الصومالي أن التعاون بين أفريقيا وإيطاليا لا يمكن أن يكون فعالا إذا انتهكت دولة أفريقية سيادة دولة أخرى، وهذا مثال على محاولة إثيوبيا للتدخل في استقلال الصومال. وأشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة الصومالية والصمود الذي يواجهه الشعب الصومالي، مضيفا أن تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين يسير جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز الحكومة وتعزيز التعاون ودور الصومال في المنطقة. وجهت فرنسا تهديدا إلى إثيوبيا بسبب توقيع أديس أبابا على مذكرة تفاهم غير قانونية مع أرض الصومال في الأول من يناير الجاري، تنص على حصول إثيوبيا على 20 كيلو مترا من ساحل البحر الأحمر مقابل الاعتراف بسوميلالاند. وقال موقع أفريكا إنتليجنس إن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال مسابيه عبدي تضع فرنسا في موقف حرج. أشار الموقع المتخصص في الشؤون الأفريقية إلى أنه من المتوقع أن توقف فرنسا برنامجا بدأ في عام 2019 لتدريب البحرية الإثيوبية، إذ استمر اقتراح إنشاء القوة على ساحل أرض الصومال. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين، وحرص مصر على مواصلة تنمية مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي. وجاء ذلك خلال استقبال مدبولي سفيرة مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله مع بدء مهام عملها بالقاهرة. وأكدت سفيرة البحرين اعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونماء، كما أشادت السفيرة بما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية من شراكة متطورة ومثمرة، ومؤكدة تطلعها لتنشيط أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية. خلال اجتماع بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، أشار مدبولي إلى أهمية خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة. هذا وقد وجه مدبولي بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد، تمهيدا
عرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية ولا سيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن المنظومة الضريبية المميكنة تساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية فضلا عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي. نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فدا مصر، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وذلك بحضور كافة فئات وطوائف المجتمع. واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة 72، حيث نظمت معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فدا مصر، والذي شهد مشاركة واسعة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري، من منطلق أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، وهو فرصة لإظهار المجتمع تقديره للشرطة وجهودها الأمنية. قول كل سنة وإحنا طيبين وربنا يعيد الاحتفالات على مصر بكل خير وسلام ورفاهية. الداخلية اليوم تجمع كل طوائف الشعب تحت مسمى واحد ألا وهو إيه؟ ألا وهو محبة الأوطان. إحنا بنشكر الوزارة على جهودها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجاهزية أفراد الشرطة كل وقت على مدى 24 ساعة. بسعد جدا بوجودي في هذه الاحتفالية لحتى نرى الجهود المبذولة من قبل الشرطة المصرية. شاركت في الاحتفالية فرق موسيقات الشرطة بمعزوفاتها الوطنية، كما تم تقديم عروضا متنوعة للخيالة التي أظهرت مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد. وقدمت الإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة بعضا من البيانات العملية لمشاركاتها في المداهمات الأمنية. أشكرهم على المجهود الكبير اللي عاملينه لأمن واستقرار مصر. كان يوم حلو قوي النهاردة وأنا اتبسطت قوي قوي. أنا بحب مصر وبحب الشرطة عشان هما بيحمونا، والنهاردة لما شفت الضابطات اتمنيت لما أكبر أبقى زيهم عشان أحمي البلد. شارك في المعرض كافة قطاعات وزارة الداخلية بمعداتها وأدواتها الحديثة المستخدمة في أداء المهام الأمنية المتنوعة، والتي تؤكد على حرص الوزارة على مواكبة التطورات الأمنية المعاصرة في كافة مجالات العمل الأمني. مبسوطة النهاردة إن أنا جيت وشفت المعدات والأجهزة اللي الشرطة بيستخدموها. أنا مبسوط جدا إن أنا موجود هنا. كل سنة وطيب من رئيس الجمهورية فتحي السيسي، أنا بحبك، تحية مصر تحية مصر تحية مصر. سيارات الأحوال المدنية المتنقلة كانت حاضرة في المعرض، والتي تؤكد على مدى التطور في الخدمات الجماهيرية، وكانت فرصة لبعض الحضور لاستخراج بطاقات الرقم القومي. لقيت عربية الأحوال المدنية المتنقلة فعملت البطاقة في ثلث ساعة واستلمتها. شفنا تطوير يعني كبير جدا في الأحوال المدنية وفي كل حاجة. الشرطة بتحاول إن هي توصل لنا كل الخدمات بطريقة سهلة. تشهد وزارة الداخلية تطور ملحوظ في كافة خدماتها في قطاع المرور في الأحوال الشخصية، وفي تعاون دايماً كل هدفه هو خدمة الشعب المصري حبيب. ده طبعاً بيحقق معانا الولاء والانتماء للوطن، إن هم بيعرفوا قد إيه الشرطة حريصة على حمايتهم. المعدات تحفة، التطور جميل، التنظيم عالي جداً. شاركت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المعرض بمنتجاتها المتنوعة، كما تم عرض منتجات قطاع الحماية المجتمعية وهي نتاج جهود نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. اللي أنا شايفاه النهاردة ده يدل على التطور والتقدم في التكنولوجيا الحديثة بالنسبة لوزارة الداخلية. أوجه كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذا الاحتفال 72 لعيد الشرطة،
بكل سنه وحضرتك طيب وكل سنه ومصر طيبه وبخير. احنا النهارده لمسنا بايدينا وجود رجل شرطي عصري يليق بالجمهوريه الجديده. بشكر وزاره الداخليه على الامن والامان اللي بيقدموه لينا وانهم موجودين في كل حته. اوجه رساله شكر لسياده الرئيس ووزاره الداخليه اللي هم محافظين على الامن والامان بتاع الدوله، واللي هو كل يوم ويوم تطور مستمر. تسابق الحضور لالتقاط الصور التذكاريه مع رجال الشرطه وكذا الآلات والمعدات لتسجيل هذه اللحظة المهمة من مشاركتهم الشرطة بعيدها، مقدمين التهنئة لهم والإشادة بالتضحيات وبما تحقق من أمن واستقرار. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. شكرا لكم، شكرا حماة الوطن. فخور ان انا والدي الله يرحمه كان احد رجال الشرطة. قد ايه يعني الواحد وهو قاعد بيحس بالاطمئنان وان هو عايش في امان واستقرار اكتر. انا مبسوط النهاردة عشان العروض اللي انا شفتها النهاردة، خاصة عرض الخيالة وعرض الكلاب. النهاردة شفت حاجات كتيرة حلوة وجميلة وتطوير جميل. انا مبسوطة قوي النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانتوا طيبين وتحيا مصر. معرض عيد الشرطة هو تأكيد على المشاركة المجتمعية في عيد الشرطة وفرصة لإظهار مدى التطور الذي تشهده كافة قطاعات وزارة الداخلية لتقديم خدمة أمنية وجماهيرية أفضل للمواطنين. كل سنة وعشرة مصر طيبة. كل سنة وانتوا طيبين. تحيا مصر يا سيسي. مشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الشرطة من خلال معرض عيد الشرطة الذي أقامته وزارة الداخلية والذي تهدف من ورائه إلى استعراض كافة المعدات والأدوات التي تستخدمها الشرطة في أداء المهام المكلة إليها بكل كفاءة وفاعلية. فالشرطة المصرية لديها من القوة للتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون، وهو ما تحرص عليه الوزارة وتستعرضه هنا في معرض عيد الشرطة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصلت فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. وتأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. بإقبال تجاوز 1,000,000 زائر تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 والتي تقام على مساحة 80,000 متر مربع بإجمالي 5 صالات وبمشاركة 1,200 دار نشر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم. السنة دي سنة مثمرة جدا وفي إصدارات كتير جديدة، وعندنا السنة دي 56 عنوان تقريبا جداد، يعني نتمنى معرض موفق للجميع. بشارك في معرض الكتاب ككاتبة بكتاب اسمه كل ما تبقى يقال، عبارة عن مجموعة من النصوص ومجموعة من الفصول، كل فصل بيتكلم عن حاجة معينة أو مختلفة عن التانية. ده تالت عام على التوالي أشارك، ترجمت كتب إنجليزية ثلاثية ولويس كارول وترجمت لديكنز، والسنة دي الحمد لله ترجمت قصة صينية وموسوعة صينية. أنا بشارك من 2016 كل سنة على التوالي، وشايف يعني سنة من بعد سنة بيحصل تطور في كل حاجة. تاني مشاركة ليا، وفكرة العمل اللي أنا بقدمه هو قصة يعني تاريخية رومانسية بتحكي عن الملكة حتشبسوت. برنامج ثقافي متنوع ضمن فعاليات المعرض يعبر عن الهوية المصرية، ويضم أكثر من 500 فعالية ثقافية تقدم في 7 قاعات رئيسية. ومن بين الفعاليات الندوة التي أقامتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور الصحافة والإعلام والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الحرب. أعتقد أن الحضور بيؤكد إن القضية الفلسطينية في وجدان وضمير كل مصري. هذه القضية التي دفعت مصر من عبر التاريخ الكثير من الشهداء والكثير من الدماء والكثير من الأموال من أجل هذه القضية. معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته دي أثبت بما لا يدع مجالا للشك إن
من القاهرة يعني ترتوي كافة الثقافات العربية. معرض القاهرة الدولي هذا العام أول مرة في تاريخه يفسح هذا المجال لندوات خاصة بدولة معينة بخلاف ضيف الشرف، هذا الذي نتوقعه دوما من مصر. لذلك كما رأيتم اليوم هناك ندوة متخصصة، واليوم الخامس من فبراير هناك العديد من الندوات حول القضية الفلسطينية. نصنع المعرفة، نصون الكلمة، شعار رفعه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، تأكيدا على ريادة مصر الحضارية والثقافية بما يرسخ مكانة المعرض كأحد ركائز الصناعات والمشروعات الثقافية. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. اختتمت فعاليات مؤتمر نظام التعليم المصري ستام تحت عنوان الواقع والطموحات، المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تضمنت التوصيات التي أسفرت عن الفعاليات اعتبار التوسع والاستدامة في دعم مدارس ستام مشروعا قوميا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم تبنيه بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ورجال الصناعة والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمار البشري في الجمهورية الجديدة. وتضمنت التوصيات كذلك التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في منح مدارس ستام خاصة والمدارس الثانوية عامة الفرصة المناسبة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات داخل الجامعات. وصلنا إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. وفاطمة خليل، أهلا بك. شكرا سحر ناجي، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الأفريقية، وأكدت خلالها إسهام مصر في جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية. وأضافت الوزيرة أن حجم التحديات التي تواجه قارة أفريقيا تتزايد بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، وذلك في ظل معاناة 20% من سكان أفريقيا من نقص في الأمن الغذائي. كما أشارت وزيرة التعاون إلى أن إحصاءات البنك الدولي تؤكد احتياج القارة الأفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. استقبل وزير البترول طارق الملا رئيس شركة أديس القابضة لخدمة الحفر محمد فاروق، وهي الشركة الفائزة بأول مزايدة عالمية من نوعها للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية التي تحتوي على كميات من الزيت الخام. أكد الملا أن طرح مثل هذه المزايدات يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية وتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة وجودتي بالأبار.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة الطيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي. أشار المركز إلى أنه برغم هذا الدور فإن استهلاك صناعة الطيران العالمية للطاقة حظي بالاهتمام بسبب العواقب البيئية اللاحقة، لافتا إلى أن قطاع الطيران يسهم بنحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في ظل تعافي الطلب على السفر الدولي في أعقاب جائحة كورونا. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين وسط تداولات بلغت نحو 7,500,000,000,000 جنيه وربح رأس المال السوقي نحو 51 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1,121,000,000,000 جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30,347 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6,940 نقطة. زاد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 9,860 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات مع استمرار مخاوف الإمدادات. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 82.65 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 77.09 دولار للبرميل. كذلك زادت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.63% لتصل إلى $2.64 للتر. هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.32% لتسجل نحو $2.51 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تنطلق فعاليات مؤتمر الطاقة النظيفة 2024 غدا في الرياض بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين محليين ودوليين في مجالات الطاقة الشمسية. يهدف المؤتمر إلى استكشاف التقنيات والحلول المتطورة من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة الشمسية وتحديد المسارات نحو مستقبل مستدام ونظيف للطاقة في المملكة، وذلك من خلال تعزيز الحوار والابتكار المحلي في هذا المجال. ارتفعت أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى منذ 7 أسابيع، إذ دفعت الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر الشركات إلى اللجوء لتأمين شحن جوي أعلى كلفة. من جهتها، أوضحت وكالة بيانات الأسعار TEC Index أن مؤشر البلطيق للشحن الجوي الذي يظهر معدلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق ارتفع بنحو 6.4% في الأسبوع حتى أمس الاثنين، ليعكس الانخفاضات منذ الذروة الموسمية في منتصف ديسمبر. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في تنظيم الواردات الأوكرانية وخاصة الدواجن على المستوى الأوروبي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لماكرون في ستوكهولم مع رئيس الحكومة السويدي أولف كريسترشون. وتمثل خطوة ماكرون محاولة لتهدئة غضب المزارعين الذين بدأوا في إغلاق الطرق الرئيسة السريعة حول باريس بجرارتهم، ودعت نقابتان للمزارعين إلى حصار باريس للممارسة الضغط على الحكومة لتلبية طلباتهم، حيث وعدت الحكومة الفرنسية بتقديم مزيد من الإجراءات لصالح المزارعين. كشفت تقارير بريطانية أن ارتفاع تكاليف المعيشة في لندن سيؤدي إلى انخفاض عدد طلاب المدارس وبالتالي إغلاق الكثير من هذه المدارس. أشارت مجموعة لندن كونسلز إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى خروج عدد كبير من العائلات من لندن، ومن المقرر أن تفقد المدارس بلندن 8,000 طالب خلال الأربع سنوات المقبلة.
العديد من المدارس بالعاصمة البريطانية لندن معرضة لخطر الإغلاق بسبب انخفاض عدد الطلاب لارتفاع تكاليف المعيشة ورحيل عائلات كثيرة عن المدينة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض معدل المواليد. مجموعة لندن كونسلز توقعت في تقرير لها أنه في السنوات الأربع المقبلة ستفقد العاصمة البريطانية حوالي 8000 طالب، معربة عن قلقها إزاء استدامة بعض المؤسسات في مواجهة ذلك. وأوضح التقرير أن هناك العديد من العوامل التي ربما دفعت العائلات إلى مغادرة لندن، مثل تأثير جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو حتى الافتقار إلى سكن يسير التكلفة. قالت المجموعة التي تمثل 32 مجلساً تغطي لندن الكبرى إن انخفاض معدل المواليد بنسبة 17% في المدينة بين عامي 2012 و 2021 هو سبب رئيسي آخر لانخفاض الطلب على مقاعد مدرسية. ومع اختيار عدد متزايد من الأشخاص عدم العيش في العاصمة انخفض معدل المواليد في لندن كما أظهر التقرير. وحذر التقرير من أن هذا التراجع قد يتفاقم ما يؤدي إلى انخفاض إضافي في عدد الطلاب واحتمال إغلاق المدارس. كذلك حذر التقرير من أن المدارس التي تمولها الحكومة ستضطر لاتخاذ قرارات صعبة لتحقيق توازن في ميزانيتها. مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ورهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة. وفي خبر عاجل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس جزر القمر غزالي عثماني. فصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قد حرص في مستهل هذا الاتصال على تهنئة رئيس القمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمستدامة. ومن جانبه ثمن الرئيس القمري اللفتة الكريمة مشددا على اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وكذا العلاقة الأخوية التي تربطه بالرئيس السيسي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات وتعميق التفاهم بشأن القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك. أكد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 35 طائرة مسيرة هجومية وصاروخين موجهين مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية العسكرية بالقرب من خط المواجهة ومناطق أوكرانية أخرى. ذكر سلاح الجو الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوي قد دمرت 15 من أصل 35 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن روسيا قد أطلقت الصاروخين من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز S-300. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب بات يدرك أن مشروع أوكرانيا بدأ يصاب بالفشل، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون التوقف عن الدعم. وأضاف لافروف خلال اجتماع برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى موسكو أن الولايات المتحدة قامت بتشكيل تحالف مناهض لروسيا يضم 54 دولة يتم من خلاله مساعدة نظام كييف بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. ونوه الوزير أن الدول الغربية خصصت أكثر من 200 مليار دولار للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في أقل من عامين. أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان ووزير خارجيته شاه محمود قريشي بتهمة إفشاء أسرار دولة. أعلن حزب عمران خان أنه سيطعن على حكم سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. ومرة أخرى نعود إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا رهام، شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وهذه الجولة الرياضية، حق
حقق بطل مصر العالمي في الرمية عزمي محلبة الميدالية الذهبية لمنافسات السكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر حالياً. وجاء اللاعب الإنجليزي بين ليونيل في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحقق الألماني سيفين كورتي الميدالية البرونزية والمركز الثالث، وكان محلبة قد ضمن وجوده في أولمبياد باريس 2024. وإلى بطولة أمم أفريقيا، تأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار منظم البطولة في 3 فبراير المقبل. ولحساب منافسات نفس الدور، يلتقي بعد قليل منتخب المغرب أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، وتعد هذه المباراة هي الأولى التي تجمع المنتخبين في الأدوار الإقصائية منذ أول مواجهة بينهما في تاريخ مواجهتهم منذ نسخة 1998. وفي الدوري الإنجليزي، حيث تجرى الآن مباراة نوتنغهام فورست والأرسنال على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري، كما يلتقي فولهام وإيفرتون في إطار منافسات نفس الأسبوع. انسحبت ميار شريف لاعبة منتخب التنس من والمصنفة رقم 61 عالميا من بطولة الدوحة للتنس التي تنطلق يوم 11 فبراير المقبل بسبب الإصابة وخوضها فترة تأهيل في الفترة الحالية. وأجبرت الإصابة ميار شريف أيضا قبل أسبوعين على الانسحاب من منافسات الفردي والزوجي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتراجعت ميار 3 مراكز في تصنيف محترفات التنس الأسبوعي لتستقر في المركز 61 عالميا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لريهام وصحة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل. قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية وإنه يتعافى وبشكل جيد. وأضاف ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن النتائج الأولية تظهر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد، مشيرا إلى أن الشريحة سيطلق عليها اسم تليباثي، وتمكن الشريحة الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم. ونتحول للتعرف على أهم أنباء الطقس مرة أخرى فاطمة خليل. شكرا سحر، شكرا إيهام، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 16، الصغرى 9، الإسكندرية 15، 9، مطروح 14، 10، بورسعيد 17، 8، الإسماعيلية 16، 9، وجوها بارد. بالنسبة للسويس 16-8، العريش 16-8، طابة 16-8، شرم الشيخ 20-12، الغردقة 20-11، وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 17-7، أسوان 18-8، الوادي الجديد 18-5، شلاتين 23-14، حلايب 22-15، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. والله والله عسال الصحف قاعد بقول وانا بحمل من جوا. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. حركة حماس تشيد بمواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وتعلن دراسة مقترح لوقف إطلاق النار تلقته بعد اجتماع باريس. واشنطن تشترط تغيرات جوهرية قبل استئناف تمويل الأونروا، ومجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة. المعارضة الإسرائيلية تشجع الحكومة على تنفيذ صفقة المحتجزين، ونتنياهو يؤكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من غزة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا صحر؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ يا رب يكون كل حاجة بخير بإذن الله. وميت فل و14، يعني شفتوا الجماعة الصهاينة عملوا ايه النهاردة؟ دخلوا المستشفى وضربوا الولاد، موتوهم، وحاجة يعني في منتهى قلة الأدب اللي ممكن حد يتصور، بل أبعد من التصورات. أنت بتقتل ناس عن عمد ومختارهم، وكأنك بتنفذ عملية اغتيال واضحة متعمدة، وتجاه شبان صغيرين. جريمة جماعية وحشية أكتر، يعني منتهكات أكتر، ومسألة سرقة الأعضاء برضو اللي احنا قريناها، يعني حاجة حاجة يعني أكبر من هي تتوصف، يعني أهم حاجة إن من مجلس فظاعتها ووحشيتها. أهم حاجة إن مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة. يعني المجلس بدأ يقلق وشايف انه في قلق على الاوضاع الانسانيه في غزه، كل اللي بيحصل ده، لكن هو قلقان قوي على الاوضاع الانسانيه اللي في غزه. هو بكره الاربعاء في سوريا جلسه، المفروض يقولوا لنا هيعملوا ايه، وخصوصا بعد محكمه العدل الدوليه. والله لا يعملوا عند، وبرضه امريكا هتستخدم الفيتو كما جرت العاده. على كل انه على راي ما بيقول، وكل هذا واكثر سوف نناقشه في برنامج التاسعه. انا عايز اشكركم جدا جدا، شكرا يا ريهام وشكرا يا صحر، واستاذنكم نبدا فقرتنا.